بسم الله الرحمن الرحيم. نتيجة الدور النهائي لمسابقة الأوائل 2023، الصف الرابع، الصف الرابع لغات، في المركز الأول زياد سالم. طبعا يا فرحة أبو زياد، زياد فرحان جدا لأن هو قال لي أهم حاجة زياد، وفعلا زياد بسم الله ما شاء الله عليه، المهندس الصغير. في المركز الثاني نقول دكتورة المجموعة كلها مريم محمد علي حافظ. في المركز الثالث مفاجأة طبعا مجموعة الداخلة متسيدة الموقف، كلهم الخمسة دلوقتي متوقعين ان هم الأول. احنا نقول لهم اللي طلع في المركز الثالث هي رقية فراج. في المركز الرابع عندنا الرابع مقرر، لأن في ثلاثة جايبين نفس النتيجة. في الرابع مقرر أولهم مهرائيل مجدي، ألف مبروك يا مهرائيل. هي رقم اتنين يارا علي سعيد، بسم الله ما شاء الله عليها. برضو معاهم في المركز الرابع أبو صلاح. أبو صلاح يحط يعني يفجر مفاجأة ويبقى موجود في الأوائل السنة دي، وتقدم مستواه مستوى ملحوظ. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الناس هتسأل نفسها المستر ليه بيختصر، عشان الباقة خلصت يا جماعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.